كيتكلموش اذكياء بزاف كاع تبارك الله، وكاين خليط ما بيننا اللي كيتكلم مع اللي ما كيتكلم بحال بحال، ما عندناش شي مشكل بحال بحال، كيتفاهموا كنتفاهموا معاهم وكيخدموا. بالنسبه للعمل ملي كيتخرجوا كيديروا لي ستاج، كنصيفطهم كيديروا لي ستاج في لي صالون، ابخي تيمشي تيسهل عليه الله تيخدم في صالون ولا كيحل الصالون تاعو عادي، بحال ما كيتكلم بحال ما كيتكلم كيخدموا. تقنيه تعلموا لي كوب لي بروشينغ لي ميش الصباغه البروتين الكيراتين شنو اخر المشاطي ديال العرايس ماكياج وليستيتيك. مره مره واحد كندير لهم واحد الحصه الجمعيه، اش غنقول لك كل عام هو مره 70 مره 60 مره 50 على حسب الدراري. مي هاد التجربه درناها دابا عامين هادي مع الدراري اللي ما كيتكلموش، مي نجحت 100% تبارك الله ما بين هادو وهادو نجحت. كتنجح حيت اش غنقول لك بالنسبه للتعامل حنا كلشي هنا خوت، ما كاين الفرق ما بين هذا وما بين هذا وما بين بحال بحال، تيخدموا كنتعاملوا معاهم مزيان حتى هما كيتعاملوا معانا مزيان، يعني موجودين كان كاع اللي كيقريو في لي زيكول. كنت عندي الدرين كيقري واحد في كازا واحد في ايت ملول ولاو اساتذه، واحد كاع ولا مدير المؤسسه والله. وعندي واحد الدري ما كيتكلمش دابا راه في مراكش فين دار شي ثلاثه الصالونات، داكشي غير على حسب اسميتو خدمة الانسان. وإلا بغى هاد المهنة إلا بغاها، أنا دابا 34 عام في هاد المهنة، يعني مسار طويل بزاف وخدامة مزيان زعما الحمد لله، وما عمر سقط عندي شي واحد، ديما النجاح النجاح. تيكون عندي 16 مستفيدة وكيجيو 4 المرات في السيمانة من الاثنين الثلاث الأربعاء الاثنين والثلاث والخميس والجمعة، زعما من الجوج حتى بعد الزوال الصباح ما تيكونوش. وعندي مستفيدات فيهم الصم والبكم، وكاين مستفيدات اللي تيجيو بحالنا هكا كيجيو، وكاين الصم والبكم، وكاينين اللي كيديروا هذا الحلاقه وكيديروا الخياطه في نفس الوقت، كيتعلموا هما تتعلموا الديكورات والطرز الرباطي والعقيق والرمضه، ولكن اهم حاجه الاساسيه عندهم هي اللباس التقليدي الخياطه التقليديه، حيت هي علاش تيبازيو باش ياخذوا الدبلوم ديالهم ان شاء الله. هما اللي صايبوا كاينين من المستفيدات، كاينين يلاه مبتدئات، وكاينين مستفيدات اللي فايت لهم تعلموا وملي جاو على الدبلوم ياخذوه وتيكملوا التعليم ديالهم، وتنديروا الديكورات حتى هما تنديروا تنختصوا مره في الاسبوع باش يتعلموا الديكورات بحال هكا الا خذوا الدبلوم ديالهم ان شاء الله، باش يديروا شي هذا شي كوبيراتيف تعاونيه ديالهم ويعاونوا ريوسهم ووليداتهم، حيت كلهم الاغلبيه ديالهم من هنا من اغروط وكلهم محتاجات، كلهم بغاو يخدموا ويعاونوا راسهم ووليداتهم. هاد الورشه هي ورشه الطبخ والحلويات ديال جمعيه الصم وجمعيه ارض الاطفال بجوج، لان هنا كما كتعرفوا المركز كتسيروا جمعيتين، جمعيه حمايه ورعايه الصم وجمعيه ارض الاطفال. هنا كيستافدوا منه حاليا الفتيات الصم والتلاميذ الصم، كنديروا ورشه الطبخ والحلويات والفائده التلاميذ تعليم التلاميذ اللي كيستافدوا من الدراسه ومن الورشات الاخرى اللي في المركز، وايضا هو مجال الفتح المبيعات لهذه الفئه هذه، يعني هنا يقدروا الناس ياخذوا طلب يطلبوا شي حاجه من الحلويات او من الطبخ والفتيات يصاوبوهم ليهم على سيغ كوموند كما كنقولوا. هو حاليا هنا يلاه استأنفنا العمل، لان كما كتعرفوا فاش كنا في الباتوار كنا بصح كناخذ لي كوموند، وكان كانت ورشه الطبخ غاديه على احسن ما يرام. فاش جينا لهنا كان الاكراه ديال ان المطبخ ما مجهز، وهذا حاليا كما كتشوف راه المطبخ تجهز والامور غاديه مزيانه، وحنا ان شاء الله غادي نستأنفوا العمل وغادي تبدا ان شاء الله هنا تصاوب مجموعه من الحلويات ومن المأكولات. واللي كيميز هذه الورشه ديال الطبخ ديال حمايه ورعايه الصم حاليا
هو الجوده ديال المنتوجات. يعني حنا كنحاولوا ما امكن نديروا حلويات اللي ما غنقولوش صحيه 100% ولكن غادا انها تكون صحيه، يعني نسبه السكر كتكون فيها قليله، كنحاولوا ما امكن نقللوا من نسبه الدهون، يعني كنحاولوا نخدموا حلويات تقليديه مغربيه ولكن تكون بشكل صحي ما امكن. وكاينين حتى بحال هكا بالنسبه للمأكولات وهادو اللي كيميزها الورشه هو ان بحال كنقولوا خدمه ديال الدار، يعني كل شيء نقي، مثلا لي زانغريديون كيتنقاو. ونتمنى ان شاء الله تذوقوا وتعجبكم.